اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من برنامج مواقع التواصل الاجتماعي. تظهر تباعا اسفل الشاشه شركه وقايه قدمت عشرات الفرص الوظيفيه من خلال اقسام. ادخلوا على وقايه او عن طريق مواقعها مباشره. ما زلنا ونستكمل حديثنا في السيره الذاتيه مع زميلنا تيسير مفرج اخصائي العلاقات العامه والاعلام. يا اهلا وسهلا تيسير، كيفك؟ حياكم الله. حياك الله محمد. تيسير مساءك ان شاء الله كله تدريب وخبرات وقدرات باذن الله. طبعا استكمال حديث السيره الذاتيه والاسبوع الماضي ما بدانا، وش عندنا اليوم؟ محمد، اغلب السيره الذاتيه اللي احنا نشوفها دائما واللي يقدمون فيها الخريجين يركزون على بعض الجوانب وينسون جوانب ثانيه. احيانا واحده من اسرار السيره الذاتيه انك انت تبدي الشيء اللي انت قوي فيه. اذا كان يعني حسيت في يوم من الايام انه انت غلطت، دخلت تخصص مثلا مش تخصصك ولا هو اللي لقيته في سوق العمل، لا تحاول تبدي الشهاده الجامعيه على المهارات والقدرات. دائما ابدا مثلا بالمهارات والقدرات وخلي الشهاده الجامعيه بعدين. في اساليب كثيره محمد حتى انه تغطي بعض الجوانب. يعني عاده اي سيره ذاتيه فيها جوانب ضعف، فيها جوانب قوه، انت حاول كمتقدم انه انت تكتب كل جوانب القوه في هذه السيره الذاتيه، وايضا تبين بعض الاشياء اللي لها علاقه بالعمل من زاويه مثلا تخصص معين. خلينا نبدا بشكل عام محمد. اليوم يمكن حتناول موضوع التدريب بشكل اكثر. اكثر السيره الذاتيه تحصلها مليانه دورات تدريب، انه كثير من هالدورات التدريبيه اللي موجوده ما لها علاقه لا بطبيعه العمل ولا تفيدني انا. اذا كنت بتكلم انا كصاحب مثلا عمل، ما تفيدني كصاحب عمل. يعني انا لما يجي عندي مثلا طالب خدمه عملاء مثلا، واحصل واحد كاتب في السيره الذاتيه انه عنده دوره في السوشيال ميديا، انا كخدمه عملاء ما تفيدني السوشيال ميديا. صحيح. فانت حاول تبحث عن الدورات اللي لها علاقه بالمهنه وتتناسب مع طبيعه تقديمك للعمل. بشكل عام محمد، خلينا نقول احنا للخريجين انه اول شيء حدد احتياجاتك، واحتياجاتك هي احتياجات سوق العمل. اللغة الإنجليزية رقم واحد، حتى لو ما كتبوا أحيانا اللغة الإنجليزية بالضبط. يقول أنتم ما طلبتوا ولا. اللغة الإنجليزية رقم واحد، حاول يكون عندك دورات في اللغة الإنجليزية. طيب معلش تيسير، اللي ما عنده دورات هو يتكلم لغة إنجليزية يبينها الشيء لما يبينها يروح. أكيد يعني يكتب مثلا إجادة، مش لازم أن يكون عنده دورة، بالتالي السيرة الإنجليزية راح يبين. صحيح. لكن يعني لا تحاول أنك تترجم، هذه راح يبين جوجل طبعا. أكيد أنت بتجوجلها. استخدام الحاسب الآلي مهم جدا. بعض الشباب يتوقع أنه يعرف كل شيء في الحاسب لأنه يعرف تويتر وفيسبوك ويوتيوب ويعرف يشتغل على سمارت فون. مش هذه هي كذا الحاسب. صح. أحيانا تحتاج أنه في مثلا لما تتكلم عن دورات حاسب آلي لا تذكرها بشكل عام، اذكر وش المجال اللي انت فيه، لانه انا ممكن احصل عندك تخصص انا احتاجه في مجال عملي. مثلا اذا كتبت مثلا انا مثلا اعرف اشتغل على برامج الاوفيس، تكلم مثلا عن استخدام الاكسل في التحليل، تكلم عن مثلا استخدام الاوتلوك في تحديد المواعيد وجدوله المهام. صحيح. هذه الاشياء انا لما اعرفها عنك كصاحب محل في التفاصيل حتجذبني لك، اني تخليني يعني اتشجع. صحيح. انه مثلا اوظفك. كثير من المهارات برضو يعني قد يضيع الشاب وقته في دورات في الأخير ما لها علاقة. يعني أنا ما يهمني شاب أطلق العملاق اللي داخله، إذا كنت بوظفه في وظيفة مثلا كول سنتر ولا شيء أوكي، تهمني بعض المهارات الشخصية، لكن الدورات المهنية، الدورات الأشياء اللي موجودة هي اللي تهم. كثرة الدورات، لما تكتب أنك دخلت حتى لو كانت دورة أبو ساعتين وتكتب كل الدورات هذه، ثق تماما أنه ممكن تكون أثرها سلبي مش إيجابي. صحيح. لأنه أنت يعني جالس توضح لي أنه أنت جالس تغطي أشياء ثانية. صحيح. احيانا يكتبون دورات تحليل خط مثلا، ما لا يعني ما لا شيء نفسي مثلا، دوره نفسيه بالضبط. كيف بالضبط. كيف تتجاوز الاكتئاب يعني بالضبط. ففي اي في محمد في دورات معينه مهم للشاب انه يبحث عنها حتى انه يكون في يعني يكون يواجه في سوق العمل. ابحث عن الدورات، انا دائما اقول لكل خريج يكتب السيره الذاتيه، ابحث عن الدورات اللي يحتاجها سوق العمل. صحيح. واترك عنك الدورات اللي فيها لها علاقه باشياء شخصيه انا ما تهمني. صحيح. مثل قراءه الكف. صحيح. ما له علاقة. تيسير شو الأسبوع الجاي راح نحكي عن؟ حنكمل موضوع القدرات والمهارات في السيرة الذاتية حتى نختم موضوع السيرة حتى ننتقل إن شاء الله لموضوع آخر. تيسير مفرج أخصائي العلاقات العامة والإعلام، شكرا لك لحضورك. موعدنا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بمشيئة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف يكون لقاء يتجدد. الوظائف لوقاية موجودة على الموقع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء.